أوضح التلفزيون الجزائري بأنه لم يصدر أي خبر يخون فيه المجاهد أحمد بورقعة، وأن ما ورد هو مسار الرجل بداية بمرحلة التجنيد في الخدمة العسكرية الفرنسية من 54 إلى 56، ثم الالتحاق بصفوف الثورة وحمله الاسم الأخضر وهو اسم أخيه ولا علاقة لذلك برابح مقراني المعروف بسي الأخضر. وأضاف التلفزيون الجزائري أن ما ورد من أخبار مستقاة من مصادر جد موثوقة، إضافة إلى بيان النائب العام دون مزايدة ودون المساس بكرامة الأشخاص.